اهلا بحضراتكم مره تانية. تعالوا نشوف ازاي الناس على السوشيال ميديا والحسابات الرسميه المختلفه تناولوا تعادل الاهلي بالامس امام المقاول العرب. نبتدي بالوطن الرياضي وحسامه على فيسبوك، وقالوا لجنه الحكام تنفي اعتداء سيد عبد الحفيظ على حكم الفار بعد مباراه المقاولون. ويا جماعه الكابتن سيد اذكى من كده يعني، يعني مش اكيد مش هيروح ويعتدي على تقنيه الفار، هيستفاد ايه ما يعمل كده يعني؟ فهتلاقوا اشاعات كتير جدا بتطلع على النادي الاهلي بشكل عام، مش كابتن سيد بقى بس مثلا ولا فلان ولا علان، هتلاقوا اشاعات كتير جدا، وفي بعض هيستغل الكبوه اللي فيها الفريق عشان يثير عدد هائل من الازمات والمشاكل وعدد هائل جدا جدا من الاشاعات الغير حقيقيه، فالكلام مش حقيقي يعني. الحاجه الثانيه او الخبر الثاني اللي هنتكلم فيه هو من حساب يلا كوره على تويتر، بيقول لك ان في مصدر قال لهم ان سواريز يدرس اعاده رباعي الشباب لتدريبات الاهلي، اللي هم مين؟ محمد نصير واحمد عبد النبي ومحمد اشرف وصالح نصر، وده عشان ينضموا لتدريبات الجماعيه خصوصا في ظل نقص العدد. يعني انت الماتش الجاي هيبقى عندك غياب حمدي فتحي وكريم فؤاد بسبب الانذارات، بيتضاف عليهم احمد عبد القادر وصلاح محسن بسبب الاصابات، فلازم اكيد يعني نستعين ببعض العناصر الشباب. نروح لخبر اخر، كريم فؤاد يغيب عن مباراه الاهلي المقبله امام فاركو يوم الاربعاء لحصوله على الانذار الثالث. بالمناسبه كريم من الناس اللي استغلوا الفرصه في وجهه نظري يعني، يعني عمل ماتشين ثلاثه كويسين ولعيب واعد جدا جدا كظهير ايمن، فللاسف برضه هيغيب بسبب الاصابات. نروح لكره بلس، فحص طبي لثنائي الاهلي تحديد موقفه من المشاركه في المباريات القادمه، والامور هتتضح اكتر بشكل او بشكل اكبر بكره باذن الله لما الفريق يستأنف تدريباته، والفريق النهارده اجازه بعد قرار من الجهاز الفني وبعد التعادل بالامس مع فريق المقاولون العرب. نروح للوطن سبورت، محمد شريف يتلقى عرضا من الشباب السعودي وينتظر جلسه حسم مع اداره الاهلي. بصوا يا جماعه، موضوع العروض ده في كل لاعب بيبقى عنده وكيل، فالوكلاء شغلهم ايه؟ ان هم يسمعوا اي عروض بتيجي لاي لاعب من اي حته حتى لو اللاعب ده عقده مستمر، فده دي شغله الوكيل، يقعد يسمع ويشوف وايه الافضل وايه الدنيا تمشي ازاي، طب افرض احنا مش هنكمل في الاهلي، افرض احنا نروح حته ثانيه، فيبقى عاملين حسابنا. فمن الوارد جدا يكون في عروض بتروح لوكيل محمد شريف، لكن اللاعب مركز وموجود مع النادي الاهلي والفتره دي مصاب، هو لاعب مهم واكيد الفتره الجايه الامور هتتضح بشكل اكبر، ومفيش اصلا كلام على رحيله هذا الموسم يعني، مع عنصر من العناصر الاساسيه ومهمه جدا بالنسبه للفرقه. خلينا نروح لخبر اخر، وده من كوره 11 وحسابه على تويتر، وبيقولوا وسط اغتيال الاصابات للمارد الاحمر وحاله الترنح التي يعيشها الفريق، 11 لاعب خارج الاهلي في الموسم القادم من اجل تصحيح الاوضاع. هنا بقى بيتكلموا ايه؟ هقول لك بقى على حاجه، نركز معايا في الخبر اللي زي ده، ممكن بقى الناس تقول لك ايه؟ هم ال 11 لاعب اللي مكتوبين دول هم اللي هيمشوا، الكلام ده يا جماعه غير حقيقي. الكلام ده يا جماعه لم يحسم ولن يحسم في الفتره الحاليه، ليه؟ الاهلي لسه عنده ماتشات، الاهلي لسه بينافس حتى لو الفرص قليله، بس انت بتحارب للاخر بتعمل كل اللي عليك. فهنا تطرقوا لعدد كبير جدا من الاسماء من غير حتى ما اقول الاسماء، لكن من المؤكد ان مش كل الاسماء دي بره الاهلي، صعب جدا صعب جدا، فنخلي بالنا هتلاقوا اخبار برده زي دي كتير جدا. الناس حقها ان هي تجتهد، الناس حقها ان هي تتوقع، الناس حقها ان هي تستنتج، الناس حقها ان هي تشوف في المعطيات وبالتالي تطلع نتائج عليها وبالتالي تقول اخبار، هي دي الشغلات. لكن في نفس الوقت مش كل الناس دي اللي مكتوبه قدامي في الخبر هم اللي هيمشوا، زي الخبر اللي جاي ده مثلا. قال لك ايه؟ قال لك الاهلي بيفكر ان هو يستغني عن طاهر محمد طاهر، ده من المصري الرياضي. طب ازاي؟ طاهر اللي هو كان ابرز عنصر في النادي الاهلي قبل ما يتصاب مباشره، ابرز عنصر، واحد من اللعيبه اللي ابتدوا يندمجوا هذا الموسم مع النادي الاهلي بشكل اكبر، وده تاني موسم ليه مع النادي، اول موسم ما كانش في الفورم قوي او ما كانش مؤثر قوي، لكن السنه دي في فترات طويله مهمه جدا كان مؤثر فيها طاهر. طاهر في نهائي دوري ابطال افريقيا كان احسن لعيب في الفرقه، طاهر في مباراه بيراميدز بتاع الكاس كان احسن لعيب في الفرقه، طاهر في عدد متتالي من المباريات كان احسن لعيب في الفرقه في الفتره دي، كان بيلعب بمنتهى الروح والاصرار. في الاول وفي الاخر ده طبعا قرار نادي، لكن طاهر موجود الدنيا مستقره بالنسبه له في اعتقادي الشخصي يعني، او طبقا للرؤيه الواضحه بالنسبه لنا. ممكن اي حاجه تحصل، ممكن اي حاجه تحصل، حتى لو اللعيب انت متخيل ان ده واحد ضامن مكانه في النادي الاهلي، في الاهلي ما حدش بيضمن مكانه، لكن هتلاقوا برضو اخبار زي كده كتير يعني. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل، استنونا.